أختار ألهموا الطلاب، تأثروا فيه وكانوا مثال إلهم بعالم الفن. الطلاب حبوا يقدموا تحية إلهم بالإيفال هالأسبوع ويغنوا أغنياتهم. غادة رجعت على ضيعة الشحرورة صباح ورجعتنا معها للأرض والطبيعة الحلوة. من إيديت بياف تعلمت ليا معنى الفن، وتقديراً إلى غنت بالإيفال. أما مينا فرجعنا لأحلى لحظات رومانسية مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. افرح واملى الدنيا امالي لنا ولا انت حناشا تاني. اول مره اول مره إلي ما تخيل حاله يترك الاكاديميه من دون ما يغني للسيده فيروز. ليل وحب وسهر هو الك يا عارف قيمة الوطن والحب والانتماء. بعد الحبايب بيعادوا بعد الحبايب عجب العلي بيعادوا والقلب دايب. أما محمد شاهين فعبر عن تقديره لأسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية. عشاق اللي لعيني ما بيناموش عايشين حياة يا ولدي عايشين سهارة ما بيناموش يا ولدي يا ولد ما بيناموش عش الليلة يا ولدي ما بيناموش. بكل شفافية عبروا الطلاب عن محبتهم وبصوتهم حملوا تقديرهم لفنانين بيكبر فيهم الوطن العربي.